السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على ملعب براقي والمستجدات، يعني واش كاين جديد في الملعب براقي على ضوء اخر صور نتاع جوجل ايرث، لان عندنا هنا عندنا صوره نتاع جوجل ايرث جديده فيها بعض التعديلات، بعض الاشغال اللي ما تظهرش يعني كي نمر امام الملعب. إذن نروح نشوف هذه الأشغال، وكذلك في نفس الوقت نعطيكم نبذة تاريخية عن الأشغال نتاع الملعب هذا، التاريخ ديالو كيفاش بدأت الأشغال من في أول مع بداية الأشغال. العام الأول الذي أثر على أجل الأشغال يعني لو ديلي دي رياليزاسيون، العام الأول هو عام الأرض، لأنه في بداية المشروع لقاو كمية كبيرة من المياه كانت متواجدة في موقع المشروع، وهذيك المياه هذيك عطلت المشروع حوالي عامين. المشروع كان معطل، وكانت أشغال تاع رفع المياه هذيك عن الموقع تاع المشروع. إذن العام الأول هو وجود مياه في لاسيات تاع المشروع. نروح نقرب شوية للملعب نشوف شوية. هنا العام الثاني هو أن التصميم تاع الملعب تغير. في الأول عند بداية المشروع كان الملعب التصميم تاع الملعب يخص غير هنا على حدود تاع السقف تاع الملعب، ما كانش موجود هذا اللانو هذا اللي ساير داير على الملعب، وهذا اللي يسموه لو بارفي هنا، هذا زادوا ضافوه. كاين كل هذا البناء، هذا البناء اللي تم حول الملعب، وهو يعني كميه كبيره تاع اشغال فيه، هذا لو بارفي زادوه، وهو اللي زاد في الاجال نتاع الملعب. نشوفوا لو بارفي هذا العرض ديالو 33 متر، يعني مش حاجه صغيره. العرض ديالو 33 متر، شوفوا هنا تصوروا العرض ديالو 33 متر، وهو جاي ساير داير على الملعب. وهذا البافي هذا البيرفي هذا العلو ديالو علو تاع اربع طبقات في حوالي 12 متر علو، و30 او 35 متر عرض، وجاي بالطول يعني كل على طول لو بيريمتر تاع الملعب. وهذا اللي زادوه هو اللي زاد في امد الاشغال، في زاد طول الاشغال. اذا نروح نشوف الاشغال الان، نروح نشوف الاشغال اللي جا لي هنا. اولا لاحظ انتهاء من الحاضره تاع السيارات هنا وهنا، هذا اول نقطه. نشوف بلي الحاضرة تاع السيارات هنا انتهت في الأشغال فيها. النقطة الثانية نشوف بأن الممر هذا راه تقريب مكتمل، هذا الممر هنا المدخل، وهذا الممر نحو الملعب هنا الصعود إلى المدرجات منه ومنه، كاين الصعود إلى المدرجات، ثم هنا الأماكن تاع الدخول إلى المدرجات، يعني الدخول من الفوق. قلنا هذا لو بارفي هذا علو ديالو تقريبا 12 متر، حوالي أربع طبقات. إذن هادو هما زوج نقاط اللي جدد نشوفوهم هنا. النقطة الثالثة هو الملعب الجديد، هذا إلى لو ستاد ريبليك نسموهم. الستاد ريبليك هذا الملعب نتاع تدريبات كما في ملعب وهران وملعب تيزي وزو، كاين ان ستاد ريبليك ملعب صغير بدون مدرجات او بمدرجات خفيفه يعني بكميه قليله. هنا نشوفو التراسمون تاع الملعب هذايا هنايا. كاين هادو هما ثلاث نقاط اللي لاحظناهم في الصور هذه، وهذه الصور للإشارة تعود إلى
20/7/2021، يعني عندها مدة شهر الصورة هذه، الشهر، لكن هي تظهر لها، ظهرت اليوم. وهي توجد الصورة، عندما تظهر تكون ديجا مأخوذة، عندها مدة شهر شهرين اللي ياخذوها، وتظهر في جوجل ايرث تظهر شهرين من بعد. اذا ما تظهرش في اليوم نفسه اللي تأخذ الصور. اذا الصور مأخوذة هذه الشهر، لكن ظهرت اليوم في جوجل ايرث. وكذلك كاين اشغال اللي لاحظتها من الطريق، هذا هو طريق السيار، مدخل هنا، كاين مدخل هنا جديد راهم يخدموا فيه، ممكن يكون المدخل هذا نتاع لي زوفيسيال، يعني ماشي تاع الغاشي. وهنا نظن انه يكون فيه عملية تنظيم حركة تاع الجمهور، يكون بالك من الدخول للملعب من هذه الجهة ثم الخروج من الجهة هذه، يكونوا في هذه بلاك بك دي فلاش وقايتيك باش يوروا يديريجيو الناس باش يروحوا من الجهة هذه، باش يكون الدخول من هنا ويكون ربما الخروج من هنا. ولاحظ كذلك هنا ممر سفلي، هذا هنا طريق، وكاين هنا ممر سفلي هنا تحت الممر هدايا، هذا ممر تاع الموشات وهذا ممر تاع السيارات، باش الانسان يقدر يمر من الجهة هذه، يقدر يروح منه ويعقب تحت الممر تاع الموشات ويروح جهة الباركينج من الجهة هذه. وهذا الممر هو يعتبر طريق بعرض 6 أمتار، 5.98 معناها 6 أمتار. 6 أمتار هي العرض نتاع زوج أروقة نتاع 3 أمتار. إذن هذه هي الأشغال الموجودة حاليا في ملعب براقي. وكذلك كاين لاحظ أنه داخل الملعب، كي نقرب للملعب نشوف باللي عملية لابوز نتاع لو تيراسمون، لا فينيسيون نتاع التيراسمون نتاع الأرضية، راهي مهيئة لوضع أظن العشب الطبيعي. هذه مش متأكد منها، لكن يظهر أن الأشغال نتاع لا فينيسيون مبقاتش، بقايا نتاع الشونتي هنايا داخل الملعب، ما كان حتى بقايا، لو تيران راه بيان نيتواي، دونك يكون فيها بالك قرب بوضع العشب. هذه المعلومه لازم تتاكد، مازال لازم تكون عندنا صور من داخل الملعب. اذا هذه هي الاشغال الموجوده الجديده. وبالمناسبه ان نزيد نوريكم لو كارفور، هذا طرق المؤديه للملعب، عندنا طرق لو كارفور هذا هنا، عندنا نقدروا ندخلوا منه باش نتجهوا نحو المدخل هذا، وعندنا نروت من الجهه هذه، ممكن منا يكون فيها، لربما يكون فيها مدخل اخر من هنا. وهنايا عندنا رون بوان منا تاع الدور. اذا هذه هي الطرقات المحيطه بالمشروع. هنا نروحوا باتجاه الجزائر العاصمه، باتجاه بن عكنون يعني جنوب العاصمة، ومن هنا نروح باتجاه المطار هواري بومدين. ودرك نفتح واحد القوس باش نجاوب واحد الناس اللي يديروا في التعليقات، يقول لك كيفاش ملعب تاع الجزائر قاعد 20 سنة وحنا نشوفوا ملعب في السنغال قعد 8 شهور كملوا الملعب. انا واش نقول لهم؟ انا نقول لهم باللي في الجزائر المشاريع، كمية المشاريع الموجودة في الجزائر هي تساوي 50 مرة وش موجود في السنغال. إذن أترككم في رعاية الله وحفظه، وأستودعكم الله. السلام عليكم، وإن شاء الله في خير.